انطلقت منافسات بطولة كاس مصر التانية للكبار في لعبة كرة السرعة، واللي بيتم تنظيمها في صالة المدينة الرياضية ببورسعيد بمشاركة 890 لاعب ولاعبة بيمثلوا 40 نادي. البطولة دي بتشهد منافسات شديدة جدا بين الفرق والأندية من أجل طبعا الحصول على لقب البطولة. يعني كرة السرعة طبعا من الألعاب اللي لقت رواج في الفترة اللي فاتت بشكل كبير جدا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه البطولة من الكابتن علي جمعة المدير الفني للمنتخبات المصرية لكرة السرعة اللي معنا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر. صباح الخير بسنت. صباح الخير شاذلي. صباح الحمد لله. احنا بدأنا منافسات بطولة كاس مصر الثانية للعب السولو والفردي المؤهلة للجمهورية. طبعا مشاركة كبيرة جدا من عدد كبير من أندية الجمهورية، أكثر من 22 نادي وهيئة، حوالي 750 لاعب ولاعبة بيمثلوا أكثر من 16 فرع على مستوى الجمهورية. البطولة طبعا بتشهد منافسات قوية جدا بين لاعب الأندية، لأن البطولة طبعا مؤهلة للجمهورية، والجمهورية برضه مؤهلة لتصفيات المنتخب، واللي بنختار منها بعض اللاعبة على الاشتراك في معسكر المنتخب المغلق للاشتراك برضه لتصفيتهم للعدد اللي احنا عايزينه، 18 لاعب ولاعبة اللي مشاركة في بطولة العالم القادمة ان شاء الله. وبالمناسبة احنا يعني في شهر 10 اكتوبر اللي فات مصر فازت ببطولة العالم 34 في كرة السرعة في تركيا، والحمد لله حققنا شهر 10 اللي فات، يعني ده الموسم الثاني على التوالي صح؟ ان شاء الله ان شاء الله. يعني البطولة بصراحة حققنا المركز الكام يا فندم في البطولة اللي فاتت؟ في بطولة العالم اللي فاتت احنا الحمد لله حققنا طول مارك 8 ميداليات ذهبية في الكبار، و4 ميداليات ذهبية في الناشئين، ومصر فازت بالمركز الأول. طبعا الريادة لمصر في كرة السرعة، لأن اللعبة مصرية مبتكرها المهندس محمد لطفي رحمة الله عليه. طبعا فنياتنا احنا ابهرت العالم. احنا دلوقتي يعني وصلنا في اللعب السولو، اللعب السولو ده اللي هو اللاعب بيلعب لوحده على الفردي لا السولو غير الفردي، الفردي هو اللي هو لاعب ضد لاعب، السولو اللي هو اللاعب او الانفرادي يعني اللي هو اللاعب لوحده على الجهاز بيلعب مره باليمين مره بالشمال مره بالامام مره بيسابق الزمن في عدد الضربات. وصلنا لحوالي 3 يعني ضربتين و8 من 10 في الثانيه، يعني وصلنا لحوالي ده عظيم. ده معناه ان احنا متفوقين في اللعبه. طيب عايزين نستغل وجود حضرتك معانا ونتكلم شويه عن تاريخ اللعبه وامتى بدات في مصر وطبيعه اللعبه والاقبال عليها من جانب طبعا النشء الصغير واللعيبه وبالتالي جماهيري. هي لعبه كره السرعه بدات في الستينات، المهندس محمد لطفي رحمه الله عليه بدأ فكرتها في الستينات، كان ابنه بيلعب تنس فكان عايز يعني يقويه في التنس، فابتكر الفكرة يعني ان هو يربط كرة من كرات التنس في قائم ويحاول يعني يمرنه على الباك هاند على الفور هاند، وجات الفكرة من هنا. مع التطور اللي حصل فيها لحد 1984 تم ابتكار اللعبه وانشاء الاتحاد المصري لكره السرعه. يعني اللعبه نفسها ابتكار مصري بحت؟ ابتكار مصري بحت يا فندم، وخدت براءه اختراعات في فرنسا واليابان وامريكا، اكثر من دوله يعني. المهندس محمد لطفي يعني وهي بدات ان باشمهندس محمد كان عايز يقوي ابنه في لعبه التنس. بالظبط كده، لحد ما وصلت لشكلها الحال دلوقتي، وبدا اول اتحاد ليها الاتحاد المصري، اشهار الاتحاد المصري 1984، اشتهار الاتحاد الدولي 1985، واقيمت اول بطوله عالم في القاهره، وكنت بشرف ان انا يعني لعبت فيها يعني الحمد لله وخدت فيها مركز اول. سنه 2007 تم اشهار الاتحاد العربي لكره السرعه برئاسه المستشار عمرو حسين. في 2011 تم اشهار الاتحاد الافريقي لكره السرعه برضه برئاسه المستشار عمرو حسين.
وطبعا المجلس الحالي برئاسة النائب أحمد الخطيب عاملين يعني بصراحة دافعين دفع جامد جدا في نشر اللعبة على مستوى الجمهورية. الحمد لله اللعبة دلوقتي في تطور مستمر، تطور مهاري مستمر، تطور أو نشر لعبة داخلي مستمر. عندنا الناشئين الجمهورية بيشارك فيها فوق ال 2500 لاعب ولاعبة في الجمهورية. مستويات الناشئين بدأت يعني في ارتفاع يعني كبير جدا، ويعني الدليل بقى ان احنا كمان في البطولة دي برضه في اقبال رغم بعد المسافة عن القاهرة، وطبعا الحالة اللي احنا بنمر بيها كلنا الحمد لله في اقبال كويس جدا يعني من اللعيبة، واللعيبة مستواها في تطور يعني. طيب ازاي بيتم احتساب النقاط في هذه البطولة؟ النقاط في البطولة ولا النقاط في المباريات؟ في المباريات. النقاط في المباريات هو بالنسبه للعب السولو او الانفرادي يعني اللي هو اللاعب لوحده، ده زي ما قلت اللاعب بيلعب وضع يمين وفي حكم بيبقى بيعد لمده دقيقه، وضع يمين لمده دقيقه وبيريح نص دقيقه، وضع شمال لمده دقيقه وبيريح نص دقيقه، وضع امامي بالمضربين ويريح نص دقيقه، وضع خلفي بالمضربين ويريح نص دقيقه، وبيتم احتساب الاربع اوزاع دول جاب فيهم كام، التوتال بتاعهم جاب فيهم كام. فبيبقى مشارك في الايفنت اللي هو الانفرادي ده وات ايفر 100 لاعب، فترتيب اعلى لاعب هو ده الاول وهكذا، يعني اللي جاب 400 غير اللي جاب 399 اللي جاب 398 وهكذا. اللاعب الانفرادي بقى اللي هو لاعب ضد لاعب بيبقى المباراة من 3 أشواط، الشوط من 10 نقاط، اللي الشوط بينتهي عند 13-12 لو حصل ديوس، عند 13-12 لو حصل ديوس اللي بيفوز بشوطين هو اللي بيفوز بالمباراة. لو لعب شوط وشوط بيبقى في شوط فيصل اللي هو بيحسم المباراة. عندنا ضربات الإرسال لازم تكون موازية للأرض، الضربات لو مش موازية للأرض ضربتين إرسال غير موازين للأرض بتبقى نقطة. عندنا في منطقة لو شايفين الصور في منطقة 60 سم اللي هي الشريط الأبيض ده اللي فاصل الملعبين، لو حد لمسه من اللعيبة بيبقى نقطة، اللعيب لو لعب الكورة في السلك بس بتبقى نقطة، اللعيب لو قطع الكورة. كابتن علي سريعا جدا، أبرز الأندية المشاركة إيه في البطولة؟ طبعا هو نادي الرواد بالعاشر من رمضان هو بطل الجمهورية كبار وناشئين في آخر 3 مواسم، نادي الزهور طبعا ظهر بمستوى عالي جدا، نادي القناة صاعد من الناشئين، نادي القناة ونادي السوق عاملين صراحة حالة جامدة جدا يعني السنة دي، بستبشر لهم ان هم يعني نتمنى لهم اكيد كل التوفيق. ويعني احنا مبسوطين ان احنا عرفنا معلومة ان اللعبة دي اصلها مصري. بنتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي. انا كنت بلعبها في المدرسه، اضرب الكوره كده تلبس في وش. كل الشكر ليك كابتن علي جمعه المدير الفني للمنتخبات المصريه لكره السرعه.